في إطار مكافحة مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام وملاحقة المطلوبين والمخالفين، نظم أعوان الأمن الوطني مساء أمس حملة أمنية بشوارع العاصمة وبمحطة الأرتال ومحطة الحافلات ببرشلونة، وقد تمكن الأعوان من إلقاء القبض على العديد من المشتبه فيهم إلى جانب متهمين في قضية اغتصاب. ولدت البارح لأربعة ونص، بنية عمرها 14 سنة وثمانية أشهر تقرأ في لافايات على مستوى شارع الحرية شارع فلسطين، يتعرض لها السيد هذايا بالسكينة هذه، حتى لها في جنبها قالها تمشي من غير ما تتكلم، مشى بها في زنقة وبعد طلع بها البلاص، جماعة يعرفهم منحرفين غاديك في نفس البلاص، قدمها على أساس مرته، شكوا في الامر قالوا له هز مرتك وبر امشي على روحك، خذا بها تاكسي وطلع بها حي خالد بن الوليد، في الاثناء في التاكسي كلم صاحبه هذايا خلى له الباب محلول، دخل اغتصبوها، داولوا عليها الطفله اغتصبوها، تمت اغتصاب ومفاحشه تاعها، طفله صغيره وفي حاله كبيره ياسر.